اهلا بكم مشاهدينا من جديد. يا دي تغطية هنتكلم عن موضوع هام جدا وبيهم كل بيت مصري، وبخصوص امتحانات الفصل الدراسي الثاني. طبعا حاليا وسط الاجواء الرمضانية اللي كلنا بنعيشها، الكل بيتساءل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني. اليوم لحضراتكم انه اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي الجاري بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة في المواد الدراسية الأساسية. وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل، وأكدت أن مواعيد امتحان المواد غير المضافة لمجموع الطلاب، بالتحديد طلاب مرحلة التعليم الأساسي، المواد الخاصة بالمستوى الرفيع لطلاب المدارس اللغات سيؤديها الطلاب قبل عيد الفطر، ويكون ذلك في النصف الثاني من شهر ابريل الجاري. يعني ممكن نقول خلال ايام، خلال الاسبوع القادم ان شاء الله هنشهد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المواد غير المضافه للمجموع. كشفت ايضا الوزاره ان بعض المدارس بدات عقد اختبار مواد كالحاسب الالي، ماده الحاسب الالي ومواد الانشطه، على ان يتم البدء في امتحان المواد الاساسيه بعد العوده من اجازه عيد الفطر، لتبدا الاختبارات وفق المواعيد المحدده في الخريطه الزمنيه للعام الدراسي الجاري، وهو 7 من مايو. ايضا خليني اقول لحضراتكم انه اشارت الوزاره ان الدراسه مستمره حتى موعد اجازه عيد الفطر المبارك ده بالتحديد، لانه ناس كتير بتتساءل عن الدراسه في رمضان، وناس بتتساءل هل هيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني من عدمه. ففي هذا السياق خليني اقول لحضراتكم انه اكدت الوزاره على انه الدراسه مستمره حتى موعد اجازه عيد الفطر المبارك، ويبدا مباشره بعد الطلاب، يبدا بعدها طلاب بعد العيد اداء امتحانات نهايه العام الدراسي. لافته لان كل مديريه تعليميه هي التي تقوم بتحديد مواعيد الاختبارات، ويتم اعتماد جداول الاختبارات من قبل المديريات والمحافظ المختص. جزئيه هامه لازم ان احنا برضو نتكلم عنها، خليني اتابعها مع حضراتكم، وخاصه بالمقررات الدراسيه وتوزيعها على عدد الايام الدراسه الفعليه، لانه برضو ده موضوع هام جدا. بخصوص المقررات الدراسيه، بيتساءل الكثير من المواطنين هل هيتم حذف بعض الاجزاء من المناهج من عدمه. في هذا الاطار اكدت الوزاره ان المدارس ملتزمه بالمقررات الدراسيه وتوزيعها على عدد الايام الخاصه بالدراسه الفعليه خلال الترم الثاني، وشددت على أنه لا يوجد أي حذف من المناهج بخصوص مناهج الفصل الدراسي الثاني، ويؤدي الطلاب الامتحان فيما درسوه بالفصل الدراسي الثاني. تم تخصيص الأسبوع الأخير من الدراسة هو خاص بالمراجعة على ما تم دراسته خلال هذا الفصل. أيضا شددت الوزارة على المديريات بتطبيق ضوابط امتحانات نهاية العام على طلاب الصف الرابع الابتدائي. يتم وضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة، ولكل مدرسة امتحان منفصل على أن يوضع الاختبار في مناهج الفصل الدراسي الثاني بأكمله حسب توزيع المنهج الدراسي، على أن تكون عدد الأسئلة تقريبا يعني كل مادة 15 سؤالا. وطلبت الوزارة في هذا السياق، طلبت من المديريات التعليمية الالتزام بجدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتعقد الاختبارات في الفترة ما بين 8 وحتى 12 من مايو، وتقتصر الأسئلة على ما تم دراسته وعلى خطة توزيع المنهج المقرر لهذا الفصل الجاري. وشددت على تطبيق هذه القواعد على جميع المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة، والخاصة لغات أيضا، وأيضا بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس، مواد الهوية القومية واللي بتدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرك بجدول اختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة. أوضحت أيضا وأخيرا الوزارة أن أسئلة امتحانات صفوف النقل بيتم وضعها من قبل الإدارات والمدارس على غرار ما يحدث بامتحانات النقل، أما امتحانات الشهادة الإعدادية فتوضع من خلال المديريات التعليمية مع التزام المديريات بصرف مكافأة الامتحان بعد الزيادة التي تم إقرارها من قبل الوزارة. إلى هنا نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه التغطية، بتمنى إن احنا نكون يعني
وضحنا لكم حضراتكم كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني وكل الجزئيات الهامة اللي دايما بتكون محور اهتمام وحديث الكثير من المواطنين وكل أولياء الأمور والطلاب. بالتأكيد في نهاية التغطية بنتمنى كل التوفيق وكل النجاح لكل أبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية، المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ودمتم دائما في أمن الله ورعايته. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.